تمام، إذا هلا بنبلش في الشابتر 3، وشابتر 3 بدنا نشوف مع بعض، يعني نحن أخذنا باللينير، كيف نحل لينير سيستمز، كيف نحل لينير سيستمز باستخدام طرق مختلفة. قبل ما نروح على اللينير سيستمز نشوف مع بعض مفهوم مهم اللي هو مفهوم الكومبلكسيتي. شو يعني مفهوم الكومبلكسيتي؟ اللي باختصار هو كومبلكسيتي، باختصار هي عبارة عن، احنا بنسميها الكوست بالنيوميريكال، از ذا كوست بنسميها ايش؟ في لها كمان اسم بنسميه الكوست. لما بحكي لك فايند الكومبلكسيتي يعني فايند ايش؟ فايند الكوست. وشو تعريف هذا الكوست باختصار؟ باختصار تعريف الكوست اللي هو عبارة عن عدد، نمبر، عدد الجمع والطرح والضرب والقسمة اللي بيلزمه required، اللي بيلزمه تو عشان انت تمشي تعمل عملية حسابية معينة، to require to certain مثلا operation، عملية معينة حسابية، operation calculation، اي حاجة. بدك تعمل اي عملية حسابية بدك تشوف قديش بيلزمك جمع، ضرب، طرح، قسمة. هلا نحن عادة نحسب الضرب والقسمة مع بعض، يعني بنحطهم في مجموعة لحال، والجمع والطرح عادة بنحطها في مجموعة لحال، نحسبهم مع بعض. طيب خلينا نشوف مع بعض زي example، هيك نشوف مع بعض مثلا example. لو حكيت مثلا find، بدنا نشوف قديش بكلف find the cost of finding، مثلا خلينا نشوف مع بعض إشي كالتالي. افرض ان انا بدي اروح اطلع رقم 1، بدي اطلع المحددة لمصفوفة 2 في 2، بدي اطلع المحددة قديش بكلفني تكلفة بغض النظر شو هي المحددة. فأنا بيجي بعمل كالتالي، بيجي بقول مثلا أنا عندي مصفوفة A 2 في 2، بيجي بحط من عندي 1 2 3 4، أو ممكن تحط A B C D أو أي مصفوفة من عندك. هلا بتيجي تحكي أنا بدي أروح أطلع المحددة، هاي المحددة لإيه؟ بيجي بضرب الدياجونال، صح؟ بيجي بدي اضرب ايش؟ الدياجونال، هذا بنسميه الدياجونال. بيجي بحكي 1 ضرب 4، اوكي. بعدين ايش بحط؟ ناقص هي المحدده. بيجي بضرب هلا الانتي دياجونال، هذا هو الانتي دياجونال، 2 ضرب 3، وخلص. انا مش معني في الجواب شو بطلع الجواب، انا بس بدي اجي احسب. هلا بيجي هون على طرف، بيجي هون على طرف، بيجي بحكي انا قديش في عندي هون جمع وطرح، قديش في عندي؟ هيو بس فيش غيره، هيو شايفين؟ هيو بس 1 جمع وطرح. بعدين ايش بيجي بحكي؟ طيب قديش انا في عندي مثلا تقسيم وضرب؟ وشو بيجي بحكي هون؟ تقسيم وضرب هيهم فيش غيرهم، هي 1 هون ضرب وهون في 1 ضرب، فمجموعهم 2، اذا مجموع الكوست 3، 3 عمليات حسابية بالزمن. فبيجي بقول الكوست اوف فاينل، بيجي بحكي هون الكوست لهي الكوست يساوي 3، 3 يعني 3 عمليات حسابية، عمليتين ضرب وعملية جمع باختصار يعني. طيب هلا ممكن أنا أجي أعمل إيش؟ ممكن أجي أحكي طيب أنا بدي أروح أطلع مثلا بدي أروح أجيب رقم 2، بدي أروح أجيب مصفوفة ب، أطلع المحددة لمصفوفة 3 في 3، تمام؟ هلا نفس الحاجة، راح أطلع محددة لمصفوفة 3 في 3، بيجي بحكي كالتالي المصفوفة هاي 3 في 3، بيجي بعملها من عندي مصفوفة من عندي مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، أو بإمكانك تحط أحرف، بإمكانك تحط أي أرقام بدك إياهم. أنا ما بعنيني الأجوبة، أنا بعنيني أشوف كم عملية حسابية بلزمني عشان أطلع المحددة. فأنا بيجي بعمل كالتالي، بيجي بحكي المحددة لبي، طبعا بقدر أنا أحسب المحددة لبي زي ما تعلمنا باللينير بأكثر من طريقة، باستخدام الكوفاكتورز مثلا، أوكي. فأنا هلا بيجي يا بتشتغلوا على الصف الأول، يا بتشتغل لما تيجي تطلع المحددة، يا بتشتغل على الصف الأول، يا بتشتغل على الصف الثاني، يا بتشتغل على الصف الثالث، يا بتشتغل على العمود الأول، يا بتشتغل على العمود الثاني، يا بتشتغل على العمود الثالث، كله بيضبط، فيش أي مشكلة. فمثلا إذا بتشتغل على الصف الأول بجيب هاي الرقم 1، بعدين شو اللي اسوي فيه؟ بدي اضربه، طبعا هلا انا شو اللي اسوي؟ بدي اشطب انا هلا
بدي أشطب الصف الأول والعمود الأول، فشو بضل عندي؟ بضل عندي أنا بدي المحددة لخمسة ستة ثمانية تسعة، تمام. هلأ ناقص من القانون لما نيجي نطلع المحدد ثلاثة ثلاثة، بيجي أنا خلصت من المدخل الأول، بروح على المدخل اللي هون، هلا اثنين، بيجي بحط هون اثنين وبعمل ضرب، بشطب هلا اللي هو الصف اللي فيه اثنين والعمود اللي فيه اثنين، بحط الباقي. الباقي راح يكون عندي إيش؟ محددة لأربعة سبعة ستة تسعة. بعدين بروح بكمل على المدخل الأخيرة اللي هي القانون بيقول زائد ثلاث مضروب في إيش؟ مضروب في، بدي أروح أنا هلأ أشطب، بدي أروح أنا هلأ أشطب الصف الأول اللي فيه ثلاث والعمود الثالث، فشو بضل عندي؟ بضل عندي إيش؟ هذول اللي هم أربعة خمسة سبعة ثمانية. وهلا بيجي بعمل كالتالي، هلا انا صرت اعرف، ديروا بالكم، انا صرت اعرف ان اي مصفوفه 2 في 2 هي الكوست تبعها، يعني انا صرت اعرف هلا اي مصفوفه 2 في 2 الكوست لها 3، وبالتالي بالنسبه لإلي هلا انا بعرف انه هاي المصفوفه هاي بتكلفني 3، هاي فيش داعي اقعد احسبها كمان مره، هاي بتكلفني 3 وهاي بتكلفني 3 عمليات حسابيه اللي هم ضربين وجمع أو طرح، وهي بتكلفني 3 عمليات حسابية. فبيجي بحط كالتالي، بيجي بقول هاي بتكلفني 3 جاهزة، وهاي 3 عمليات، وهاي 3 عمليات. أكيد كمان في عندي هنا، هاي في عندي هون كمان ضرب واحد، وهون كمان ضرب، هاي 2، وهون كمان ضرب 3، وبيجيني 3 كمان للضرب، وفي عندي كمان هاي هون طرح، وهي هون في عندي جمع، وبيجيني كمان 2 اللي هما جمع وطرح. خلاص هذا هو هاي الكوست. إذا هلا بيجي بحكي توتال كوست، توتال كوست بيساوي 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 2. قديش بيطلع الجواب؟ هات نجمعهم، هاي 12 و2 14 عملية حسابية. فبيجي بطلع فوق هلا بحكي إنه هاي المصفوفة كوست، ايش الكوست لها؟ الكوست لأي محددة 3 في 3 هو عبارة عن 14. جاهز؟ طيب جميل جدا. هلا ممكن الواحد يحكي، طيب افرض انا بدي اطلع مصفوفة، افرض انا بدي اطلع محددة مثلا، خلينا نعمل رقم 3 هون، رقم 3، افرض اني انا بدي اروح اطلع محددة لمصفوف السي مثلا 10 في 10، شو بدي راح اسوي هون؟ غلبة هلا صح؟ يعني فيها غلبة، بدي قانون انا وخلص. لو نحتاج لايش هلا؟ نحتاج لقانون، ما غلبناش هذا القانون، فالقانون موجود، القانون موجود، هذا القانون موجود هيو. هلا شو بحكي؟ القانون بحكي لك انه the cost of، اذا بدك تروح تطلع المحددة لاي مصفوفة n في n، الكوست هو عبارة عن is باختصار اقتران أكبر عدد صحيح. بإمكاننا نكتشف إنه القانون تبعنا ونطبق عليه كمان اللي هو اقتران أكبر عدد صحيح، بجيب ال n هاي باخذ لها فاكتوريال، بضربه في العدد النبيري وبنقص 2، وباخذ الجواب اللي بيطلع، باخذ الاقتران أكبر عدد صحيح. شو يعني اقتران أكبر عدد صحيح؟ يعني مثلا افرض الجواب طلع معك 3 و1، شو اقترانك بعد صحيح 3 و1؟ 3. افرض طلع 3 و5، اقترانك بعد صحيح برجع لك 3. افرض طلع 3 و9، اقترانك بعد صحيح ل3 و9، 3. طب افرض طلع مثلا معنا العدد اقترانك بعد صحيح وما بيطلعش سالب، يعني بس اذا بيطلع سالب، يعني هذا بس مثال عشان تعرفوا اقتران اكبر صحيح كيف بيشتغل، سالب 4 بس هذا ما بيطلع معنا، يعني ما بيطلع معنا احنا سالب، هاي الأرقام تطلع موجب عندنا. المهم هلا نتأكد، مثلا إذا بتتذكروا أنا كان عندي A 2 في 2، فشو الكوست لإلها؟ الكوست لإلها بيطلع معي 2 فاكتوريال في E ناقص 2. يلا على الكالكوليتر شو بيطلع الرقم هذا اللي هون؟
جربه، هي بدي اروح استخدم التلفون اشوف شو بيطلع معي هذا الرقم. انا عندي مثلا هون هاي اثنين فاكتوريال، هي عبارة عن اثنين مضروبة في اي ناقص اثنين ويساوي، بدي اروح اضرب اثنين في اي اللي هو بطلع أربعة وشوي ناقص اثنين، فبطلع معي الجواب هون اختراع اعتبارات صحيح ل 3.44 مثلا. بس هاي شو اختراع اعتبارات صحيح لإلها؟ ثلاث. إذا بالفعل هذا هو اللي طلعناه إحنا فوق إذا بتتذكروا، هيو إنه لما يكون مصفوف اثنين في اثنين هي طلع معنا الجواب ثلاث، شايفينه؟ هيو خلينا نشوف مع بعض ثلاث في ثلاث مثلا، شوف المصفوفة بي مثلا، إحنا عندنا كان عندنا بي كانت عندنا ثلاث في ثلاث، شو تكلفة الكوست لطلع المحددة؟ الكوست لهي تطلع ثلاثة فاكتوريال في اي ناقص اثنين وتساوي ثلاثة اي ناقص اثنين وتساوي، نجرب نحط مثلا بدل اثنين اسف الثلاثة ستة، ستة فاكتوريال اسف، ثلاثة مضروب اللي هي ستة فاكتوريال، وبحط هون هاي ستة اي ناقص ايش؟ ناقص اثنين، فبطلع الجواب اختيار أكبر عدد صحيح ل 14.31، وهي بترجع لل 14. فلاحظوا أيضا طلع معنا الجواب بنفس الطريقة. هلا بهي الطريقة ممكن أروح أطلع لمين؟ للسي. فبيجي مثلا هلا على السي، بيجي بحكي افرض السي عندي 10 في 10، بروح أطلع الكوست لإلها، باختصار بيجي بحكي الكوست بيساوي 10 فاكتوريال في اي ناقص 2. بس هلا 10 فاكتوريال يطلع معنا رقم كثير ضخم، وبالتالي يعني بدكم تحسبوه يعني، بس ممكن ناخذ ارقام يعني اخف من العشرة، ممكن ناخذ رقم اخف من العشرة، العشرة رقم كبير فاكتوريال لإله، فمثلا ممكن ناخذ بدل العشرة هاي اللي هون وهون، ممكن ناخذ ارقام اخف شوي زي ايش مثلا، لو اخذنا مثلا هون 5 × 5 بيصير عندي هون 5 فاكتوريال، فبيجي بحكي الخمسة فاكتوريال ونطلعها يعني 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 120، فبيجي بحكي هون هاي 120 اي ناقص 2، فبيجي بحكي هي ضرب اي وناقص 2، يعني بطلع معي الجواب هون اقتران اقبال الصحيح ل 324.2 اللي هو الجواب قديش؟ 324. جاهز. فهي هي الفكرة في الكومبلكسيتي اللي هي الكوست، كيف أطلع الكوست لأي محددة، أقدر أطلع الكوست لأي محددة. بس هلا ممكن مثلا ما أسألش عن محددة، أنا ممكن أسأل مثلا عن إشي ثاني، ممكن أنا أسأل عن إشي ثاني. لاحظوا مثلا افرض إني أنا بدي أسأل عن إشي زي هيك طلعوا فيها. طيب ممتاز، افرض اني انا مثلا بدي اروح اطلع حاجه زي هيك، لو جيت سالت السؤال التالي example، لو حكيت assume افرض مثلا انه a المصفوفة a 2 في 2، والسؤال بحكي لك find the cost of انك تروح تحسب a تربيع، كويس؟ قديش بكلفني عشان احسب A تربيع؟ فشو بيجي بسوي؟ بيجي بحكي انه A تربيع هي عباره عن A مضروبه في A، وبيجي بحط من عندي ارقام 1 2 3 4 من عندي مضروبه مثلا في 1 2 3 4، تمام؟ هلا بالمصفوفات احنا لازم نكون نعرف كيف نضرب مصفوفات، هون الضرب يجوز صح؟ طيب يجوز الضرب، هذول زي بعض يجوز الضرب، وناتج الضرب هذا هو الناتج الضرب مصفوف 2 في 2، فأنا بيجي بحط هون ويساوي هي ناتج الضرب مصفوف 2 في 2، فبيجي بقول أنا عندي هي مصفوف 2 في 2. شو بعمل هون؟ بيجي بضرب صف، بضرب هذا الصف وهذا العمود، يعني بكفي بس أطلع تكلفة مدخل واحدة، لأنه المدخل اللي هون بتكلف نفس الإشي، والمدخل اللي هون بتكلف نفس الشيء، والمدخل اللي هون بتكلف نفس الشيء، يعني انت يعني انا بس بطلع اللي بالاخضر وبضربها في 4. فبيجي بحكي كالتالي، بدي اضرب هلا 1 ضرب 1 صح؟ زائد
2 ضرب 3 خلص. فكيت السؤال، بسأل نفس السؤال، قديش هاي بتكلف؟ شو فيها تكلفة هاي؟ بيجي بحكي هاي بتكلف كالتالي، في عندي ضرب، هاي في عندي هون ضرب، هون في ضرب، هاي 2، وفي عندي جمع، إذا هاي بتكلف 3، معناتها هاي بتكلف 3 وهاي بتكلف 3 وهاي بتكلف 3. إذا بيجي بحكي هلا cost of A تربية يساوي، يا بحكي 3 ضرب 4، يعني طلع كيف بحكي، يا بحكي 3 ضرب، كم 3 في عندي هون؟ 4 3، وبطلع الجواب 12. أو ممكن أحكي إنه هاي الأربعة، هاي الأربعة هي عبارة عن إن تربيع. قديش أنا عندي إن هون؟ هيها اللي هي 2 تربيع، بزبط. بس أنا هيك طلعت الكوست. هلا ممكن أرجع أسأل كمان سؤال، طلعوا من أحلى السؤال، نفس السؤال مثلا، هي إكزامبل، بس بدي أخلي أنا هلا إيه، بدل ما هي 2 في 2، هي السيوم مثلا، افرض اني انا في عندي بي 3 في 3، والسؤال بقول لك find cost of بي تربيع. هلا بنفس الطريقه زي ما اشتغلت، بيجي بحكي انا عندي هون بي تربيع بدها تساوي بي في بي، وانا عندي هون بي 3 في 3، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مضروبه في نفسها، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعدين ايش الضرب؟ طبعا يجوز، لانه هاي 3 في 3 وهاي 3 في 3، فاللي بده يطلع معي الناتج، الناتج معي 3 في 3، فبيجي انا شو بسوي؟ بيجي بحكي انا هاي عندي مصفوفة 3 في 3، وبكفي اطلع المدخل الاولى، لانه هاي تكلفتها نفس الاشي اللي هون، وهاي اللي هون نفس الاشي، هاي نفس الاشي، نفس الاشي، كله نفس الاشي، بكفي اطلع بس اللي بالاحمر هلا، بس بعد ما اطلعها بضرب في 9. فبيجي بحكي انا هلا اللي جوا هاي اللي بالاحمر كيف اطلعها؟ بدي اروح اضرب الصف الاول في العمود الاول، مش هيك مضرب مصفوفات؟ هي 1 ضرب 1 زائد 2 ضرب 4 زائد 3 ضرب 7 زائد 3 ضرب 7. اوكي، معناته في هاي الحالة أنا في عندي هون الضرب ضربين 3، وفي عندي هون جمع جمعين، خمس أسهم في عندي. إذا هاي بتكلف 5 صح؟ إذا بيجي بحكي هاي تكلفتها 5 وهاي تكلفتها 5 وهي تكلفتها 5، كل واحدة فيهم بتكلف 5 عمليات حسابية، تمام؟ فمجموع العمليات الحسابية راح يكون ايش الكوست؟ فالكوست ل بي تربيع إذا كانت 3 في 3 هو عبارة عن ايش؟ 5 ضرب كم 5 عندنا هون؟ 9، ويساوي 40 45. طبعا ما ننسى إنه أنا عندي هون إم كديش؟ 3، وبالتالي هاي التسعة بقدر أكتبها 3 تربيع، يعني بقدر أحكي إنه هذا الجواب أيضا اسمه 5 ضرب 3 تربيع، اللي هو 5 في تربيع. طيب نفس الحاجة هلا، افرض إنه مثلا أنا عندي إيش؟ example، افرض إنه أنا عندي مثلا المصفوفة تبعتي سي، افرض إنه سي عندي أنا مثلا 5 في 5 أو 7 في 7 أو 10 في 10، تمام؟ افرض ان في عندي مصفوفة 10 في 10، find cost of سي تربيع. فيعني بدنا قانون، يعني هل يوجد قانون اريح؟ هل يوجد قانون كيف اطلع التربيع؟ الجواب نعم. الجواب ايش؟ نعم. طيب ايش هذا القانون اللي ممكن من خلاله الواحد يطبق عليه بناء على ايش؟ بناء مثلا على ان خلصنا. فانا بيجي بحكي هلا باختصار القانون شو بحكي؟ انه اذا في عندك هون سي ان في ان، معناته الكوست انك تروح تطلع سي تربيع ان في ان هو عباره عن ايش باختصار؟ هي القانون. القانون هو عباره عن 2 ان تكعيب ناقص ان تربيع.
تمام. إذا هيك نبدأ نيجي نشوف هلا هون، نطبق على هذا المثال. لو جيت أنا هون هلا باختصار هون أطبق على القانون أشوف بزبط. القانون بقول لي إيش؟ 2 إن تكعيب ناقص إن تربيع ويساوي، طبعا أنا عندي هون إن 2 تمام، هيها إن، هي عبارة عن الإن. فبيجي بحكي 2 تكعيب ناقص 2 تربيع ويساوي 2 في 8 ناقص 4 ويساوي 16 ناقص 4 ويساوي 12. سبحان الله، نفس الجواب صح؟ نفس الحاجة ممكن اجي تحت هون واجي احكي لو بدي اطبق على القانون. هلا السؤال، هل احنا مسموح نطبق على القانون؟ اذا السؤال مالتيبل تشويس نعم، بس اذا السؤال بحكي لك شو او مش مالتيبل تشويس طلع الكورس بدون مالتيبل تشويس بنشتغل هيك زي ما بشتغل انا قدامكم يعني. فهون لو جيت على 2 ان تكعيب ناقص ان تربيع عند ان تساوي 3، طبعا انا عندي هنا هيها ان 3، فبيطلع الجواب ايش؟ 2 في 3 تكعيب ناقص 3 تربيع. فبدي ساوي 2 في 27 ناقص 9، فبدي ساوي 54 ناقص 9، فبدي ساوي 45، نفس الجواب. هلا بهي الطريقة ممكن يجي هلا هون يجي أحكي إنه أعطيني الكوست لهي، بقدر أحكي لك إنه الكوست هون شو بيساوي هلا؟ هو على القانون 2 إن تكعيب ناقص إن تربيع عند إن تساوي 10، فبطلع الجواب 2 في 10 تكعيب ناقص 10 تربيع، فبطلع إيش؟ 2 في 1000 ناقص 100، فبطلع الجواب 2000، بنشيل منهم 100 وبطلع 1900. كويس؟ فبرضه هاي قاعدة إيش؟ مش غلط يعني نكون إيش؟ عارفينها ونطبق عليها. طيب من وين اجت هاي القاعدة؟ طبعا بقدر أنا استنتجها استنتاج لحالي، يعني ممكن أنا أحكي لك أثبت طلاقها. ممكن أنا مثلا أحكي لك كالتالي، هاي بدي أحط كمان إكزامبل أنهي فالسكشن هذا بهذا الإكزامبل. ممكن أعمل كالتالي، أجي أحكي أنا بدي أعمل لكم شو ذات. كيف يعني؟ هيا أوكي بدي أعمل كالتالي example show that the cost of the cost of C تربيع in is 2 ان تكعيب ناقص ان تربيع. اثبت شو ذات، اثبت ذلك. كويس، هلا عشان تثبت ذلك شو بدك تسوي؟ بنسوي كالتالي، بدي راح زي ما كنت اشتغل قبل شوي، بيجي بحكي سي تربيع هي عباره عن سي مضروبه في سي، وبيجي بحكي كالتالي كل واحده من هاي السي هي عباره عن ان في ان، يعني ممكن هون مثلا سي 1 سي 1 2 لعند C1N، وهي C21 C22 لعند C2N، وهي بظل نازلة تحت لعند CN1، وهي نفس الحاجة N2، وهي نفس الحاجة لعند CNN. تمام، هلا وبدي أضربها في نفسها، ليش بحطها نفسها؟ هاي لعند C1N ونفس الحاجة هي هاي نفس الحاجة كويس، و نيجي نحط اليساوي تحت اليساوي. طبعا لاحظوا هون انه الضرب يجوز لانه هاي ان في ان وهاي ان في ان، اذا يجوز الضرب، واللي بيطلع معنا طبعا بده يكون ايش؟ ان في ان. فانا بيجي بحكي هاي الناتج تبعنا كويس، هاي يساوي تحت بيساوي، ونحن شو بدنا نعمل هلا؟ طبعا احنا في عنا مصروف كبير هون، بدي انا اروح اعمل بكفي اروح اطلع
بكفي أروح أحسب قديش بكلفني أول مدخلة، أضرب الصف في العمود وفي الآخر بضرب في إنتر بيع وخلصنا. فأنا بروح أضرب هاي اللي هي عبارة عن C11 ضرب C11 زائد C12 ضرب C21، بنضل ماشيين بهاي الصورة لعند C1N ضرب CN1 طبعا، وبدنا نضل مكملين. شو بيجي هون إلى آخره، بيجي هون نفس الحاجة، شو بيجي هون إلى آخره. بس هاي إحنا معروفة بالنسبة لنا كلياتنا، بدنا نضرب إيش؟ بدنا نضرب في الآخر في إيش؟ في إن تربيع زي ما كنا نشتغل قبل شوي. فأنا اللي بيعنيني إني أنا أحسب هلا قديش هاي بتكلف، تمام؟ خلينا نشوف مع بعض قديش في عندي تكلفة. بيجي بحكي قديش في عندي ضرب، لاحظوا هاي هون في ضرب، مع الواحد في ضرب، مع اثنين في ضرب، لعند مع الان في ضرب، اذا في عندي هون ان ضرب. طب والجمع والطرح، طلع الجمع والطرح في عندي هون واحد، يعني بدهم ينقصوا واحد، هاي جمع وهي جمع وخلص. يعني افرضوا انا اخذت بس اول، افرضوا اني انا اخذت، طلع كيف عشان تعرفوا قديش، ليش بنقصوا واحد؟ هذول اللي بنقصوا واحد هذول عددهم ان ناقص واحد، ليش؟ لانه لو اخذت انا هذول لحالهم، لو اخذت اول حدين بيكون في عندي ضربين بس بيكون جمع واحد. معناته اذا بدي اخذ اول ان حد راح يكون ان ضرب بس ايش؟ بكونوا ناقصين جمع واحد. ففي هاي الحالة انا ايش عرفت؟ في هاي الحالة انه الصف الواحد هالقد بكلف. اذا بيجي هلا بعمل شو بتكلفني هاي التوتال؟ هاي لحالها بتكلف قديش توتال؟ هايها، هاي لحالها بتكلف توتال كالتالي، اللي هو اجمع صح؟ نجمعهم ان زائد ان ناقص واحد، فبطلع الجواب 2 ان ناقص واحد، يعني هذه بتكلف 2 ان ناقص واحد. وبيجي بحكي هاي نفس الحاجة 2 ان ناقص واحد، وهي 2 ان ناقص واحد، لعند هاي 2 ان ناقص واحد، بس هذول بعدهم انا بعرف عددهم ان تربيع. فبيجي بحكي total cost، total cost of C تربيع اللي هي عبارة عن N في N is، باختصار تكلفة المدخل الواحدة 2 N ناقص 1 مضروبة في N تربيع عددهم، فبطلع الجواب 2 N تكعيب ناقص N. دكتور الصوت مقطع. أوكي الصوت مقطع. أوكي لحظة شوي. طيب اوكي، اذا مره اخرى بالنسبه لهذا المثال، نحن بدنا نطلع تكلفه سي تربيع ان في ان لنثبت انها تطلع معنا هاي الكميه. فانا باختصار شو بسوي؟ بروح بجيب سي تربيع سي في سي، هاي مصفوفه ان في ان مضروبه في مصفوفه ان في ان، وبكفي اشتغل وين؟ بكفي اشتغل على اول مدخله قديش بتكلف. اذا عرفت تكلفه اول مدخله قديش خلص بعرف بضرب في ان تربيع وخلصنا. طيب هلقيت انا بجي بحكي المدخل الاولى قديش فيها ضرب، اوكي، فانا بجي بحسب كالتالي، بجي بقول بالنسبه للضرب، هاي الضرب اللي عندي، هاي اول ضرب، هذا الاول ضرب مع الرقم واحد، وهي هون ضرب بكون رقم اثنين هون، وهي هون ضرب بكون رقم ان، اذا انا الضرب في عندي ان، هاي سهله. هلا نفرض نحن بدنا نروح نطلع كم جمع وطرح. هلا كم جمع وطرح راح يكونوا ناقصين واحد، ليش؟ لانه افرض اني انا بدي اروح اطلع قديش في عندي جمع وطرح بين اول حدين، كويس، افرض اني انا بدي اروح اطلع هاي اول حدين قديش في بينهم جمع وطرح، بس واحد مش اثنين. طب لو في ثلاث حدود بيكون في جمعين، طب لو في ان حد بده يكون ان ناقص واحد. اذا انا هلا بدي اجمع هذول مع بعض، فبصير الجواب ان زائد ان ناقص واحد، فبطلعوا اثنين ان ناقص واحد، هاي تكلفه المدخل الاولى، ونفس تكلفه ايش؟ اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، كلياتهم اثنين ان ناقص واحد كلياتهم. بس هذول قديش عددهم؟ هذول كلياتهم عددهم ايش؟ كل هذول عددهم ان تربيع، احنا شفناه قبل شوي صح؟ وبالتالي بيجي بحكي 2 ان ناقص 1 ضرب ان تربيع، وبوزع هاي هون وهون بطلع الجواب اللي بدي اياه. فانا اثبتت
المطلوب في السؤال. بتمنى الصورة تكون واضحة للجميع. أوكي، خلينا ناخذ مع بعض هلا كمان مثال توضيحي كالتالي. أوكي، example. مثلا ممكن أسأل هذا السؤال، على فرض إنه A 3 في 3، وعلى فرض إنه B 3 في 3، والسؤال بحكي لك find cost of رقم واحد. أعطيني تكلفة مثلا A زائد المحدد ل B مضروبة في B. خلينا نشوف مع بعض كده ايش هي بتكلف. تمام، يعني ممكن يعني نتفنن كمان في الأسئلة مش بس هاي. طلع كيف؟ هلا أنا المصروف A 3 في 3، أول حاجة بدي أروح أجي بحكي بينه وبين نفسي، هاي لحالها شو بتكلف؟ هاي طلعناها أنا عندي 14 كده، ايش طلعناها؟ 14 صح؟ هاي 3 في 3 تكلفتها ايش؟ هاي كوست قديش؟ 14. اذا هاي اول تكلفة، هاي بتكلف 14. بس لحظة شوي، هاي عبارة عن رقم صح؟ المحدد لأي مصفوف رقم، في الآخر بطلع معك رقم. فأنا بدي أروح هلا هون، بدي أروح هون أطلع هاي. هلا بيجي بحكي المحدد لبي في بي، هاي بدها تساوي رقم مضروب في المصفوف في بي، يعني واي يساوي رقم مضروب في ايش؟ في مصفوف 3 3، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلا كيف بدي اضرب رقم في مصفوفه؟ ساعتها انا افرض مضروب انه هذا كل الرقم مثلا، خانات. افرض انه هذا الرقم مثلا، وليكن مثلا هذا الرقم مثلا، مثلا الرقم هذا يكون 4 مثلا. فأنا شو بدي أعمل؟ بدي أجي أحكي 4 ضرب بضرب 1 كل مدخلات. بالضبط، 4 ضرب 2، 4 ضرب 3، 4 ضرب 4، 4 ضرب 5، 4 ضرب 6 إلى آخره، ضرب 7، 4 ضرب 8، 4 ضرب 9. فلاحظوا هون كم عملية ضرب هلا صار في عندي؟ 9 عملية. 9، صار 9، 9 عملية ضرب صح؟ إذا أنا هلا من هذا المنطلق بدي أروح أجمع. كيف يعني؟ بدي أجي أحكي أنا في عندي هون 14 اللي هي محددة مصفوف 3 في 3 عشان أطلع الرقم، كلفني 14 عملية حسابية. وفي عندي هون كمان 9 ضرب، هيهم. فبيجي بحكي هاي أنا في عندي هون كمان 9 ضرب، تمام؟ بيجي بحطها، إجاني هون كمان 9 ضرب. هاي هذول، هاي تكلفة شو هاي؟ هاي تكلفة المحددة لبي مضروبة في بي. هاي تكلفة ايش؟ بس المحددة لبي. هاي هذا الجزء اللي هون صار جاهز. هيك شو صار عندي في الآخر؟ لما تيجي تضرب هون بيطلع معك أرقام جديدة صح؟ بيطلع معك أرقام، بغض النظر أنا مش كاين في الأرقام، بس بيطلع معك مصفوف 3 في 3. هيك شو بدي أسوي؟ بدي أروح أجمع مصفوف 3 في 3 مع مصفوف 3 في 3. إذا أنا هلا بدي أجي هون أحكي كالتالي، إنه A زائد المحدد ل B في B بتساوي مصفوف 3 في 3 زائد كمان مصفوفة يعني 3 في 3 صح؟ فهي شو بدها تكلف؟ هاي بدها تكلف كمان 9 عمليات جمع صح ولا لا؟ فبتروح يكون انت 9 عملية. إذا هون بصير معي كمان، في عندي كمان 9 عمليات جمع، يعني أنا هون بصير عندي إشي زي هيك زائد ستار، وهي نفس الحاجة زائد ستار زائد ستار إلى آخره، 9 عمليات جمع. فأنا عندي هون بطلع فوق هلا وبضيف كمان 9 عمليات جمع، بيجي هون بحكي أنا هلا شو في عندي؟ كمان 9، إنك تيجي تحكي A زائد المحدد ل بي في بي، هاي التكلفة تبعتنا. إذا شو صفى عندي المجموع هلا؟ بيجي بجمع المجموع 32 30 32، هذا هو الرقم النهائي. فبيجي بحكي الجواب على هذا السؤال، شو بطلع معي؟ التوتال كوست هام، هذا التوتال كوست بكلف 30 32. يعني ممكن نشوف الخيارات،
30 32 34 28 فنختار الجواب الصح. طيب ممكن نعمل كالتالي، ممكن اجي احكي هذا السؤال من عندي رقم 2، بدنا نشوف مع بعض قديش تكلفة كالتالي. مثلا A في B ناقص مثلا المحدد ل A زائد B، نشوف قديش بتكلف هاي. شو رأيكم؟ مين يحكي لي السر هون؟ وهي كمان أجاوبك. بدي أحط من عندي كمان من عندي زائد مثلا اللي هي B تربيع في A. مين يعطيني الجواب كيف أشتغل فيها؟ يلا أجاوب دكتور. يلا تفضل. هسا أول إشي بتبلش من AB. أوكي، إذا بدي أبلش هسا بما إنه أنت عندك، خلينا مع بعض شوي شوي. يلا AB هاي شو تكلفتها؟ AB يا عبد الله قديش بتكلف هاي؟ هاي بتكلف نفس A تربيع أو B تربيع، لأنه ممتاز، ثنتين ثلاثة ثلاثة. هاي هاي ثلاثة تساوي كوست A تربيع صح، لأن هاي 3 في 3 وهي 3 في 3 صح. قديش كوست A صحيح. تربيع؟ تتذكر 2 N تكعيب ناقص N تربيع. 45 قديش عندي هون N؟ ثلاث 3، فشو بطلع الجواب؟ 45 45 حسبناه طلع 45 كوست A تربيع، أو بتعوض هون. طيب جميل جدا. هل كنت هون اتذكر بس شغلة مهمة، هاي الناتج تبعها، الناتج بطلع معي مصفوفه 3 في 3 صح ولا لا؟ صحيح. إذا هون لازم أروح أضيف إيش؟ إيه؟ فهمتوا علي ليش هلا؟ ممكن انك تضيف اي مثلا عادي، يعني انه عشان ممكن بس تجمع. خلينا على الاي مش مشكله. هلكي عشان يصير نفس الدايمنشن صح ولا لا؟ طيب بدي حدا غير عبد الله هلا يحكي لي هاي البضاعه اللي هون شو كيف نحسب التكلفه لها. يلا اجاوب انا يلا شو اسمك؟ راما. يلا راما. هسه ايه زائد بي احكي انا بتكلف 9 عمليات. لحظه شوي جميل. شوي بدي ادخل جوا هلا، بدي ادخل جوا. ايه زائد بي هاي ايه زائد بي هاي بدي اجمع بتكلف 9 عمليات جمع صح؟ جمع لان هون بالمشهد هاي 9 عمليات جمع صح؟ طيب جمعناهم، لما جمعناهم هلا بطلع معي في المحددة مصفوفة 3 في 3 صح؟ اذا هاي اكتبي هون مصفوفة 3 في 3، لما نجمع 3 في 3 مع 3 في 3 بطلع معي مصفوفة 3 في 3، الجمع بكلف 9 عمليات جمع. طيب وبعدين؟ المحددة لها بتكلف 14 عملية. ممتاز، كنت بيجي هون على المحددة، كنت المحددة بتكلف 14، هاي اللي هي المحددة ل A زائد B، أي مصفوفة بدي لها 14. أوكي ولما بدي أضربها في المصفوفة A بدها تكلف 9 عمليات ضرب. أوكي راما شو حكيتي هلا بعدها شو نعمل؟ هسا بعد ما أطلع إنها 9 عمليات في عندي 14 عملية اللي هي جد المحددة. اوكي احنا حكينا هون في عندنا كمان رقم اسمه 14، هذا هو تكلفة ايش؟ A جد زائد المحددة B، إيه لأنه زائد A زائد B مصفوفة 3 في 3. طيب ماشي، بس ثلاثة هلا بثلاثة تذكر الشغلة، شو اللي بدك تحكيه هلا؟ بدي أضرب رقم في مصفوفة رح يكلفني 9 عمليات ضرب. ممتاز، أكيد بدنا نتفق مع بعض إنه المحددة لـ AB هي عبارة عن رقم. كويس؟ هلا هذا الرقم بدي أروح أنا ايش؟ أضربه في A، صح؟ صح، هلا عشان اضربه في ايه شو راح يكلفنا يا راما؟ 9 عمليات ضرب راح يكلفنا 9 عمليات يعني ضرب. بضرب كل مدخلاتها. بالضبط. طيب ممتاز، هلا بدنا حدا يساعدنا في اخر حاجه. مين بيساعدنا هون؟ يلا في اخر حد. جواب دكتور نعم تفضل يا ايش اسمك؟ معتصم. يلا معتصم تفضل. بي تربيع هاي على القانون 45 لانها 3 في 3. ممتاز، إذا واحدة واحدة، إذا بيجي أنا هلا على بي تربيع لحالها بيجي بحكي هاي بتكلف 40 45 لأنها ثلاثة هاي مصفوفة ثلاثة 3 في 3 صح؟ صحيح. 45 على القانون اللي هو شو القانون؟ اللي هو يعني إن تكعيب ناقص إن تربيع. تكعيب ناقص إن تربيع عند إن تساوي 3. ممتاز، هاي جاهزة. وبعدين
مصفوفة 3 في 3، كمان مضروبة في A مصفوفة 3 في 3، بتكلف برضه 45. ممتاز. وبرضه هي كلياتها بتكلف قديش؟ 40 45، لانها نفس كوست، لانها تساوي كوست بي تربيع، صح؟ نفس كوست بي تربيع او نفس كوست اي تربيع، نفس القصه. يعني بدك تضرب مصفوفه 3 في 3، يعني هي الناتج تبعك 3 في 3 مصفوفه، ونفس التكلفة الخط بدك تضرب مصفوفه 3 في 3 فمصفوفه 3 في 3. طيب ممتاز. ظل اشي ناقص؟ ظل اشي ناقص ولا خلصنا؟ في عملية جمع الطرح ايوه. بينهم. هلا شو رح نعمل؟ اثنين بدي اجي هون هلا، الساعة ما خلصتش، بدي اجي على هدول. هاي مصفوفة 3 في 3 وهي مصفوفة 3 في 3، صح؟ هلا هاي المصفوفة لما هاي مصفوفة 3 في 3 وهي مصفوفة 3 في 3، لما اجي اطرحهم من بعض بطلع معي 9 عمليات 9 طرح، مليار طرح. هي للطرح هاي، بس بطلع معك مصفوفة 3 في 3. فشو بروح بعمل؟ بيجي بحكي اللي بيطلع معي في الناتج من هون، اللي ناتج الاصفر برد بجيب معي كمان ايش؟ بدي اجمع لاخر وحده، 9 عمليات. فبيجي معي كمان 9 عمليات للجمع الاخيره هاي، وخلص هيك بدنا نرتب الارقام اللي عندنا كلياتها. فبيجي بحكي هاي هون 40 45 و40 45، وفي عندنا هون اول وحده كمان 45. هلا شو في عندنا كمان؟ في عندنا كمان 9 أربعة ضرب و14 تسعة. و9، في عندنا كمان 9 و14 و9، في غيرهم؟ وفي كمان 9 تحت، هاي هم التحتانيات هذول، صح؟ عم مجموعهم 105. قديش المجموع؟ قديش المجموع؟ 185. 185. 185. إذا هذا هو المجموع النهائي اللي بنلاقيه، يمكن نلاقيه مثلا في الخيارات 185 186 187 189، بدنا نختار الرقم الصح. بس طريقة الحسابات مش صعبة، أعطيتكم مثال أو موجود في النوتس، ومثال ثاني من عندي، والمثال الثالث بيجي في الكويز. طيب هلا إذا هذا كل ما يتعلق في أول سكشن كمقدمة عن شابتر 3، بتأمل تكون الصورة واضحة للجميع.